إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني شيوع الفاحشة هو اللي خطير جدا. أما الفاحشة في حد ذاتها نعم هي خطيرة ولكن على صاحبها، إنما من اللي تولي شايعة كتولي خطيرة على المجتمع كله، كتدمر البيئة. ولهذا تجدون أن العقوبات والحدود غالبا ما كتطبق في الحالة ديال الإعلان والإشهار بها. يعني لأنه يعني الزنا مثلا اللي هو يعني رمز ديال الفساد الخلقي، سبحان الله، هذه معروف يعني عند الفقهاء من النصوص الحديثية والآيات القرآنية جميعا أنه ما كيتطبق إلا عند شهادة أربعة شهداء تتطابق كما قال العلماء، وأقوالهم أقوال ديالهم كتطابق بنص على وصف الحالي والزماني والمكاني والوضعي كل شيء، فإذا اختلفوا غير شوية كترفض الشهادة ديالهم. أربعة شهود، شكون هذا في الخيال اللي وقع في الزنا ويشهدوا عليه أربعة شهود كلهم تتطابق أقوالهم أن لقينا فلان وفلانة في المكان الفلاني في الساعة الفلانية والزمن الفلاني وعلى الهيئة والحالة الفلانية؟ مستحيل هذه الشهادة تكون في حالة واحدة ممكن. يعني لما هذوك الزنات ما بقى عندهم غرض بحد، اللي يشوف اللي بغى يشوف، إذن هذا ما بقاش يعني الذنب كيديروا هذاك الراسو، لا كيديروا المجتمع، بمعنى أنه الفاحشة بغى يصدرها يعممها للناس كاملين. هنا الإسلام كيجي ويضرب عليه، كيضرب عليه، لأنه كيعاقب في الحقيقة شيوع الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وإلا فالله عز وجل يأمر بالستر. ولذلك الأحاديث أن من ستر عبده المؤمن أو ستر على أخيه المؤمن، من ستر أخاه المؤمن أو من ستر على أخيه المؤمن، يعني كل أحوال ديال تستر على 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 أصحاب يعني الخطايا مطلوبة من أجل العفو ومن أجل الصفح، عسى الله أن يتوب عنه، إلى غير ذلك كثير كثير كثير. من أقال مؤمنا صفقته أقال الله عسراته يوم القيامة، تفل الأمور ديال المصاريف المالية. العفو دائما مطلوب، لكن من اللي يولي الأمر أن هذا مجرم ماشي الغرض دياله هو أنه فقط يرتكب الذنب بينه وبين مولاه، لا، الغرض دياله يرتكب الذنب، ها واحد عنده غرض آخر خطير خص الناس كاملين يديروا بحاله، هذا مجرم حقيقي، يعني بغي يفسد البلاد كلها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.